السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الكرام. اليوم غنهضروا على واحد الجريمة وقعت لواحد السيد كيعيش في البادية. سيد لاباس عليه، الراجل تاجر فلاح كبير، عنده فيرما وعنده الأراضي وعنده خير ما شاء الله. هذا السيد هذا هو راجل كبير، فايت 65 سنة، كان مزوج وعايش في ديك الفيرما ديالو، وتوفات ليه المرأة وما عندو لا ولاد لا والو. ملي توفات ليه المرأة بقى عايش بوحدو في هذيك الفيرما ديالو، ولكن كان عندو واحد العساس هو اللي كيدبر ليه هذيك الفيرما والأراضي ديالو وكل شيء، عاطيه واحد السكنة جنب الفيرما. هذيك العساس مزوج بواحد السيدة وعندو معها زوج ولاد، ولد وبنت صغار. ملي هو بقى عايش بوحدو هذاك رجل الأعمال أو مول الفيرما، ولات هذيك السيدة اللي مرت العساس هي اللي كتجي تخمل له الدار وطيب ليه وطيب ليه الغداء العشاء، تبل له حوايجو، يعني مكلفة بالمنزل ديالو. ملي كتسالي شقا ديال الفيرما كتجي عند دارها هي وتقبل ولادها. وهذاك العساس كما قلنا هو اللي مكلف ليه بشغالاته. المهم، فإذا به هذاك مول الفيرما أو المعلم ولا كيرسل هذاك السيد هذاك العساس كيصيفطو لأماكن بعيدة باش يجيب ليه شي صخرة، يجيب ليه السلعة، أي حاجة كتخص الفيرما، الأراضي، المواد الفلاحية من مدن بعيدة. مرة طنجة، مرة وجدة، مرة مراكش، يعني مدن بعيدة على فين كاينة هي الفيرما. هنايا هذاك العساس بدا كيدخل الشك، كيقول كيفاش هاد السيد هذا كيصيفطني لأماكن بعيدة نجيب السلعة، مع العلم أن السلعة نقدر نشري واحدة أنا ب20 كيلومتر أو 10 كيلومتر، يعني في المدينة اللي لاصقة على الفيلاج فين كاين الفيرما. هو يسول واحد النهار قال علاش نمشيو لمناطق بعيدة ونخليو واحدة أنا السلعة. قال له راه كاينين صحابي راكي تما غينقصو الثمن، بقى كيقول لي غير بحال الهضرة هادي. المهم قال ما كاين باس، ولكن القضية تكرات بزاف. هاديك العساس بدا كيدخل الشك، كيقول هذا كما يكون كيصيفطني وكيسافر بالمرا غير بوحدو، يعني داو كيجيو الهواجس بحال ما هكذا. المهم بقى على هاد المنوال شحال من شهر. واحد النهار قال ليه غتمشي لمدينة تطوان، عطاه الفلوس وعطاه مع وعدو الشاحنة ديال الفيرمانيس في الملكية ديال المعلم نيتي اللي كيسافر بها. قال لي صافي شارجة مزيان، كل شيء مستعد، نطالق بالليل. ولكن هو ديك العساس ما مشيش، مشى غير جنب المدينة استاسيون الكامي في واحد الباركينغ ورجع، خلى الظلام تطاح ورجع. رجع بقى دخل الفيرما كيتسلل مع هو حافظ الأماكن، دخل الدار ديالو ملقاش المرأة، القى غير الابناء ديالو ناعسين والزوجه ديالو ما كايناش. هو يمشي للفيرما في كاينه الفيلا فين كاين المعلم ديالو، هو يدق دق، خرج ليه الراجل كبير، قال ليه سلام سلام. قداوي معاه قال ليه واحد المراه عندك هنا؟ قال لي اه، راه كتصاوب شي شغالات بقاو ليها تعطلت فيهم وراه باقي كتالي وكذا كذا من هنا. وهو ملي كيهضر معاه على حساب القوال تاع هذاك العساس، ملي كيهضر معاه كيلاحظ بان هذاك الراجل الكبير كيرتجف وبدا كيصفار وماشي هو هذاك. هو يبدا يعيط لها فلانة تكلمي الراجل الكهوجة، قال لا 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 ما تخافش راه في بيت الناس، وهو خارج عنده هذاك الراجل الكبير بحوايج على الناس. المهم تسنى السيدة تعودات، قال لها جيت يلاه سربي يلاه نمشيو، داها حجر لها بإيدها وداها تم غادي بيها، الآخر سد عليه ما حالو. ملي داها لدارها قال لها غير قول لي دابا الصراحة، أنا راه مبغيش نطلع عندك ندخل لبيت الناس ونشوفك، اللهم قول لي دابا الصراحة اش كاين بينك وبينه بلا ما تخليني ندير شي حاجة. وقالت لي ما على حساب أقوال ديال هاد السيد العساس هذا، قالت لي هي قالت لي بأنه كيصيفطو هوايا وكيستفرط بها هيايا
وكيقول لي انا راه شحال، انا ما بغيتش نتزوج غير على وداك، وانا راه كنبغيك، وانا ما بغيتش نجيب شي واحده اخرى، ولا ما بغيتي ديري معايا والو، غنجري عليكم من الفيرما. وهذا الشيء بقى كيهدد فيها ويقول لها ومارس معاك وغتصبك، وهي تقول ليه اه. هذيك الساعه قال لها دخلي، دخلها للدار ومشى جبد واحد الجنويه دارها ورا ظهره، وتم راجع في اتجاه ديال الفيلا ديال هذاك المعلم. هي بقات حاضيه تشوف واش يدير. المهم مشى دق عليه، خرج عدو ودخل كيقول هو هداك هاد العساس هذا. قال لك دخل عدو زيرو مزيان، قال لي قول لي اش بينك وبين المرأة، هي راه قالت لي كلشي. قال لي ما كاين حتى شي حاجه ما بيننا هنا والو، السيد راه كانت كطيب ليا في العشاء وداكشي، وانت جيتي نتايا. قال لي لا اقول لي. المهم تكرفص عليه مزيان وبدا كيوجه لي عده طعنات تقتلو. من اللي قتلو تم، السيدة هي كانت كتشوف في هاد المنظر. هنا السيدة تخلعات، ملي تخلعات لبست حويجها وهربات عند عائلتها وخلات ولادها تمايا. مشات قالت لعائلتها، قالت لهم راه السيد راه كيقتل في مول الفيرما، ضربو وقتلو. مشاو على الجدارمية علموه، علموا القايد، علموا المقدم، كل شيء. المهم المخزن كامل تعلم. جاو الجدارمية جابوها معاهم في الحماية ديالهم، جاو الفيلا نيت، فعلا نيت، لقاو السيد مقتول وطايح تمايا. قالت لهم هذا راه، عاودت لهم نفس القصة، ولكن ما قالت لهم بأن السيد راه اغتصبها وكان كيهدد فيها. قالت لهم بأنه قالت لي السيد راه غير كنت معطل شي شقة، كنت كنصاوب عدو، وكنت غير كنصاوب به في العشاء، فإذا به هاد راجلي هذا جا دخل وجابني ورجع ليه هو يقتلو، جابني للدار ورجع ليه هو قتلو. ما قالتش لهم اش قالت ليه هي يا. المهم مش قالت لها، قالوا ليها هاد راجلك فين كيكون، قلبوا عليه مزيان. قالت ليهم راه كيكون عند واحد صاحبه بعيد تقريبا شي 20 كيلومتر هذيك المنطقة. المهم ترصدوا ليه، مشاو لغد ليه شدوه جابوه. اش كتقول في هادشي؟ المرأة قالت ليا بانه السيد كيتعدى عليها وتكرفس عليها، وهذا غير دفاع عن الشرف وداكشي يعني. قالوا لي لا السيد ما كتقولش الهضره، اش كتقول اش كتقول؟ كتقول بانه السيده ما تعرض لها ما والو السيد، وانما كانت كطيح في العشاء ديال كما العاده، يعني كتخمل له، فاذا بك كنت كتجي كتجرها من تما بالقوه، وكترجع ليه كتقتلو وكتشفر الفيلا، لصقات فيه الشفره. وفعلا ملي تلقاو المجوره محلولين وداك الشيء، وقال لهم هو راه والو، راه ماشي انا، شوف هذاك المجور شنو حل، واش هي رجعات، واش هو، الله اعلم، ماشي انا. المهم في النهايه راه تقدموا بجوج العداله لهاد العساس ومراتو. العساس تحكم بالمؤبد ومراتو اطلق سراحها. ولكن السؤال المطروح، واش فعلا كانت هناك خيانة أو مجرد وهم؟ يعني القضية ما تفهمتش، واش هي قالت لي غير بحكاك بالعاني، واش هي كذبات عليه، واش كذبات على الجدارمية، الله أعلم. المهم مهم الشك كيؤدي لهاد الكوارث، هادو كوارث إنسانية، كوارث صراحة.